مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير واهلا بكم النهارده في حلقه جديده من حديث من القلب. طبعا النهارده يعني هنعيد البرنامج بصياغه جديده وبشكل جديد، بتمنى ان هو يعني ينول بقى الفتره الجايه ان شاء الله استحسان. وبتمنى طبعا زي ما انا قلت اول مره ان زي ما بنخترق منازلكم نخترق قلوبكم. و طبعا النهارده انا مش جايبه ضيف، انا طبعا ان شاء الله هعمل فقره ثابته، فقره اسال استشير. ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله اي مشكله او اي قضيه او اي استشاره قانونيه طبيه باذن الله هنعرضها، سواء على مداخله من مسؤول او يكون ضيف لينا. النهارده هيبقى معانا على التليفون المستشار علاء الحلواني، ده نستكمل بعض القضايا اللي احنا كنا طرحناها في احوال الشخصيه. فمش عارفه بقى هيبقى في مداخله معانا مستر محمد المالكي. فانا جات لي على فكره كمان كم يعني خطابات، طبعا هي اسعدتني ان هم عايزين يعني في ثقه في البرنامج ان هم يستشيرونا، فده كان يعني بجد اسلك صدر جدا. بس اللي مزعلني طبعا ان كان كم المشاكل كانت كلها اسريه، كان كلها خلافات، يعني احزنني جدا جدا يعني. واكتر حاجه هزتني قوي ان بنت طالبه في الجامعه، انا لسه يعني هكلم المستشار علاء، يا رب يبقى معانا علاء الحلواني، طالبه في الجامعه مامتها يعني بتقول هي وباباها، باباها بخيل جدا طول عمره معاها، يعني ما عندهاش غير بنت الوحيده، حاولت انها تعمل جمعيات، وطبعا كأم مصرية ما بتسيبش بنتها. فلغايه ما وصلتها لتالتة طب، البنت يا روحي طبعا اصرت انها مش قادره تروح الكليه، فاصرت انها تعمل في محكمه الاسره نفقه. شيء صعب جدا جدا. استاذ علاء الحلواني معانا. معاك يا استاذه غاده، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ احنا اسفين طبعا، عارفين ان حضرتك عندك شغل، اهلا بيكم، برحب بيك النهارده. عارفين ان حضرتك عندك شغل ومشغول جدا جدا، وما قدرتش طبعا يعني حرمتنا من وجود حضرتك وشرف حضرتك عندنا، لكن انا مش قادره اقول لحضرتك كم الرسائل اللي جايه لحضرتك قد ايه عايزين يستفسروا. واكتر حاجه فعلا حزنتني واللي انا يعني ضايقتني جدا وتعبتني نفسيا ان البنت باباها بيبخل عليها ان هو ما يصرفش عليها وهي وصلت الثالثه كليه. مامتها طبعا مرأة عامله وقالت انها طلعت معاش، فكانت بتعمل جمعيات وحاجات كده لغايه ما وصلت البنت لثالثه كليه. هي فاضلها سنه او حاجه نيابه مش عارفه يعني. انا طبعا الرساله يعني بالتفصيل مش باينه، لكن بتقول انها عايزه ترفع يا فندم قضيه نفقه، بس باباها ومامتها متواجدين، يعني ما فيش طلاق يا فندم ولا في شقاق. يعني هل يحق للبنت انها ترفع؟ البنت على فكره سنها تمت سن البلوغ، عندها 23 سنه او 22 سنه، فيحق ليها انها فعلا البنت ممكن ترفع يا فندم نفقه وباباها وهي متواجده معاه في نفس المكان وفي نفس البيت هي ومامتها؟ وقبل ما نقول يحق او ما يحقش، هو يحق طبعا، لكن احنا بندعو كل اب ان هو يعني يبقى عنده وجه من ضمير شويه. اي اب يفرح ان بنته بقت في كليه وكليه طب وعايزه تكمل، ويعني ما يصحش انه يسيب بنته ان هي توصل لمرحله ان هي تفكر تقاضيه في المحكمه عشان النفقه. يعني ده تصرف لا فيه اخلاق ولا فيه شرعيه ولا فيه رجوله، ويعني نتمنى ان كل واحد كده ايه من قبل حتى القانون ما يلزمه ان هو يراجع ضميره يعني. لكن من حيث القانون هي حق لها ان هي ترفع عليه نفقه حاليا، رغم ان هي تجاوزت سن 21 سنه لانها لسه في مرحله التعليم. ونفقه البنت بتظل على الاب لحد ما تتجوز، لغايه ما يجهزها كمان، طالما ما عندهاش مال فتصرف منه او تتجهز منه. فما فيش مشكله تقدر ترفع قضيه نفقه. وان كان يعني احنا بنقول يعني بنوجه رساله للاب ده دلوقتي، ما تضطرهاش ان هي تلجا للطريق ده. هتقف ازاي فعلا؟ ما انا بقول كده استاذ علاء، هتقف ازاي قدامه في المحكمه وترجع ازاي تبات معاه في نفس البيت؟ طبعا موقف مؤذي جدا ان البنت تقف قدام ابوها وتقاضيه يعني،
ويبدو ان هي طبعا ما بتسالش سؤال زي كده من فراغ، هي اللي بتقول مش كانت يعني قادره يا استاذ علي، انا استهلكت اسفه، كل حيل مش اللي قادره، بتحاول معاش بيها. مواصلات حتى تروح الكليه، مامتها خلاص استنفدت كل حاجه، وهو معتمد ان مامتها قال لها طلعت معاش السنه دي، فقال لها لا هي تصرف عليكي وتكمل. طب هي بتقول انا مش معايا حق الكورسات ومش عارفه تعمل ايه، وحاولوا يعني اقاربهم مقربين ليهم يكلموه لكن ما فيش فايده، قال لا خلاص انا معيش هجيب منين. فهو دلوقتي يعني هو يعني ممكن طالما الامر وصل عند النقطه ان هم بيسالوا السؤال ده، هو تبقى تيجي تستنفذوا كل سبل المحاولات الوديه بالظبط يا فندم. عشان الموضوع ينتهي. على العموم برضو احنا بنناشد الاب ده وكل اب يعني ان هو يعني ما يضطرش ابنه او بنته ان هو يقاضيه ويقف قدامه في المحكمه، لانه موقف نفسي مؤذي جدا يعني، ما يصحش ان احنا نضطر الابناء ان هم يلجأوا كده. لكن ان كان ما فيش سبيل اخر، لا هي من حقها ترفع عليه قضيه نفقه، ونفقتها في رقبته عليه لحد ما تتجوز، ما فيش اي مشكله. ورغم ان هي تجوزت في 21 سنه، لكن ما طالما انا لسه بقول في لها. مراحل التعليم ما فيش مشكله خالص، من حقها ان هي ترفع عليه قضيه. طب استاذ علاء، هو ممكن يعني لو هو اعمال حره ممكن القاضي يحكم لها بقد ايه مبلغ مثلا؟ لان هي لا كليه طب هو مثلا، النفقه بتتحدد على اي اساس يا فندم؟ ما انا هقول لحضرتك، نفقه الابناء بتتحدد على حسب دخل الزوج او دخل الاب هنا يعني، بالظبط. يسارا واعسارا يعني، يعني مش كل حاله زي الثانيه، كل واحد على حسب دخله، وبيقدر القاضي يحدد منها مقدار النفقه المستحقه للابن او الابنه او للزوجه او حسب الاحوال يعني. فهو لو في عمل حكومي منتظم او حاجه بيبقى فيه مفردات مرتب، ودي الامر بيبقى لحد ما سهل شويه. ان ما كانش فيه بيبقى اعمال حره، ودي بتجرى حاجه اسمها تحريات عن طريق الاداره اللي هو القسم الشرطه يعني، تمام. بيحددوا دخله بيتراوح من كذا لكذا. ولو هي عندها اثباتات على دخل اخر من املاك موجوده من اي جهه يعني، عنده ودائع في بنك، عنده عماره، عنده ارض، عنده اي املاك تقدر تثبت للمحكمه ان هي عنده، برضو ده بيدخل في تقدير المحكمه وفي تقدير النفقه المحكوم بيها يعني. تمام يا فندم، اشكرك استاذ علاء. في برضو زوج، معلش يعني حضرتك تبقى معانا على التليفون على التواصل، ماشي. هما ثلاث يعني قضايا بعد اذن حضرتك. في بتقول الزوجه لو اتطلقت وحضنه واخدت كل حقوقها بالكامل ومعاها قرار تمكين لشقه الزوجيه كحضنه يعني كحاضنه، وتزوجت وهي معاها شقه الزوجيه وبتحصل على اجر حاضنه وايضا معاها الطفل وبتخفي زواجها ولم ترد الشقه ولا متعلقات الزوج، وبتستمر في الحصول على النفقه علما بان امها متوفيه لكن والدته متوفيه موجوده. دلوقتي اخفت الزواج وهو عرف طليقته انها بعد ما خدت الشقه بتاعته حاضنه للولاد ومش تمام. هو انا اقول لحضرتك، هو عموما مش موضح. مساله الشقه دي مش يعني مساله بتدور مع الحضانه، مش مساله مطلقه للابد يعني. يعني الزوجه لما بعد الانفصال لما بتاخد تمكين من قرار الشقه الزوجيه بصفتها حاضنه، فقرار التمكين مرتبط بالحضانه. لو انتهت الحضانه دهيت هينتهي معاها قرار التمكين وهيسترد الشقه مره اخرى. يسترد طبعا انت الشقه حضرتك ومتعلقاته وكل حاجه فيها، بيقول يعني دفعت له. لا متعلقاته، لا هي المنقولات الزوجيه ده هي بتبقى من حق الزوجه وتاخدها بموجب القايمه بتاعتها، دي ملكها خلاص. ايوه لكن هي الشقه كمكان بس هو اللي بيصدر له قرار التمكين، وقرار التمكين ده بيبقى مرتبط بمده الحضانه، بمجرد انتهاء الحضانه بتنتهي معاها قرار التمكين. حضرتك بتقول هي هنا اتجوزت واخرت الزواج لان والدتها هي اللي مش موجوده. وعموما ترتيب الحضانه، ترتيب الحضانه بيرتب الحضانه للام ثم ام الام ثم ام الاب. فمين فيهم اللي موجود بقى؟ اللي اللي من موجوده حقه حماتها او اللي كانت حماتها يعني، حماتها في الحاله دي والدتها في حاله ان متوفيه. والدتها هي متوفى وحماتها موجوده، في حق لحماتها اللي هي ام الاب في الحاله دي ان هي تطالب بحضانه الطفل. والولاد اما مساله ان هي اخفت الزواج، طبعا هو بيحصل كتير ان هم بيرجعوا لزواج عرفي او بيخفوا الزواج عشان بالظبط مساله الحضانه ومساله لاسباب كتيره يعني. فهنا عليه بقى على الزوج الاب بقى ان هو يثبت زواج الام عشان يقدر يطالب بالحضانه لام الام. تمام يا فندم. وعموما هي دي من النقط اللي هي فيها مشاكل كتير بتدور في المجتمع، اللي بيخفوا الزواج لاسباب
قانونيه او لاسباب اجتماعيه اخرى، زي مثلا اللي بتاخد معاش ومش عايزاها ينقطع فبتضطر تتجوز عرفي، زي الحاله اللي حضرتك بتقولي عليها ما بتقدرش تتجوز رسمي فبتتجوز عرفي بالظبط يا فندم. الزواج يعني للاسف النقطه دي محتاجه معالجه تشريعيه. وعلى العموم هو في اقتراحات دلوقتي بمشروعات قوانين الاحوال الشخصيه الجديده، اتمنى ان هم يتداركوا المواقف دهيت عشان ما يضطروش يلجأوا الناس للحيه القانونيه للتحايل على الوضع. يعني في تعديل القوانين دي معروضه ان شاء الله هتتعرض في المجلس النواب الجديد؟ في اكتر من مشروع قانون حاليا معروضين على مجلس النواب، نتمنى ان هم ينتهوا الى صيغه تتلافى المشاكل الاجتماعيه دهيت يعني. وايه وفي من النهايه نتمنى يعني السعاده والوفاء لكل بيوتنا ولكل ابنائنا يعني. وايه المواد الثانيه يا فندم اللي ممكن، مش عايزه اقول برضو اخد صيد المراه بس، لكن الرجل في رجاله بتبقى مظلومه جدا يعني، انا فعلا يعني عاصرت وشفت ناس كده، فايه المواد اللي معروضه ممكن تنصف الرجل برضو؟ والله هو في يعني مواد، انا اعرف زوجه بعد اذن سعادتك اخذت كل حاجه من الزوج وطردته بره لان هو كان مسافر بره وكتب لها كل حاجه باسمها، وبعدين ايوه رجع ف ما كانش عنده شغل وما كانش عنده عمل، فاضطرت انها بقى يعني تتخلى عنه لان حست ان هو ما فيش يعني ما بقاش مجدي بالنسبه لها وما بقاش فيه فايده بالنسبه لها، هو للاسف طبعا في نقاط فطردته. خلافيه قويه جدا في مشروعات القوانين المعروضه حاليا على البرلمان، ويمكن اهم هذه النقاط الخلافيه هي مساله الاستضافه ومساله ترتيب الحضانه ومساله سن الحضانه. الثلاث نقاط دولت يعني بيدور حواليهم حوار كبير جدا، لان فيهم حالات دايما انت بتقولي كده ايه، في حالات عند الام فيها مظلومه، وفي حالات الاب فيها انا بقول مظلومه، مش كل ال وفي حالات الام فيها متجنيه، وفي حالات الام فيها مظلومه. بالظبط فطبعا يعني في ام بتكافح على عيالها وبتضحي عشانهم، ودولت لازم نشيلها على دماغنا طبعا، مش اكيد عايز نقاش اكيد يعني. لكن اكيد برضه في ام تاني بتترك العيال، في ام بتهملهم، في ام بتعذبهم، في ام بتقتل اولادها، كل الحالات دي موجوده في المجتمع ومتهيألي كل يوم والتاني بنشوف فيها يعني. وكذلك الاب زي ما في اب ملتزم وعايز يشرف على تربيه عياله ويؤدي يعني واجبه نحوتهم، في اب برضه بيسيب عياله وما بيصرفش عليهم، وبتضطر الام تبقى هي الام والاب. فالنماذج الانسانيه عموما ما فيهاش ايه قاعده ثابته، وعشان كده لازم القانون يبقى مرن بحيث يدي حريه للقاضي ان هو يتفاعل مع كل حاله حسب بالظبط. حالتها، ما نقدرش نحط رقم ثابت كده يمشي على الكل، هيبقى ليه ضحايا طبعا، زي تمام. مساله سن الحضانه العالي جدا دلوقتي، زي مساله منع الاستضافه، ده بيؤدي ان في امهات بتنتقم من الزوج او من طليقها بقى في الاولاد بانها تحرمه بالسنتين ثلاثه ما يشوفهمش، وفي نفس الوقت هو ملزم ان هو يصرف عليهم والا هيتحبس. ففي نقاط يعني خلافيه كثيره جدا في المشروع، نتمنى ان هم يتوصلوا لصيغه توافقيه تراعي وجود كل الحالات دي في المجتمع. تمام يا فندم. طب في برضو مطلقه غيابي، انا اسفه يعني بادئه بحالات الطلاق لا والحاجات، لا بس تحت امرك يا فندم، معلش اتفضل. والله ربنا يا رب يصلح الحال لاسرنا الله كلها. يخليك يا رب. بتقول انا مطلقه غيابي وما خدتش اي حاجه خالص رغم ان اتحكم لها بكل حاجه، مطلقه بقالها 6 سنين يا فندم وحاضنه الولدين، لان ما فيش حد يعني اتدخل في الموضوع، ان هو حتى المحامي استنفذ منها كل حاجه واستنفذ كل مبالغ منها طائله يعني، فبتقول ما فيش حتى بعت له ناس عشان يحاول ان هو يصرف على الولاد، ما فيش فايده، وهو اتجوز مرتين عليها ومش بيدفع لولاده حاجه. دي بقى ال هو مش واضح من السؤال هو هي اتطلقت. مطلقه، مطلقه ايوه غيابي لا انا هسال بس على نقطه صغيره، هي مطلقه وبقالها ست وما سنين اخدتش اي حاجه خالص واتحكم طب لها، ليه يعني ما انا مش اتحكم عارفه، طلب؟ مش عارفه ما احنا المحامي مش عارفين ايه المشكله في ان هي طالما اتحكم لها تنفذ الاحكام ده هي مش يعني، واضح. اكيد هذا هتاخد منه يعني، مش عارف ايه المشكله طب برضه هي في كده. سايبه هل هو تليفونها ممكن مختفي مش تبقى لاقياه تتصل مثلا او بحضرتك؟ حاجه؟ نعم يا فندم؟ هي سايبه تليفون ليها، بتقول يعني لو يبقى في تواصل ممكن تتصل بحضرتك تفهمك اكتر، لان بقالها لا ست ما سنين فيش مطلقه، لا مش خلع حتى، مطلقه لا مش وحاضنه الخيان، الولدين. هو مطلق، هو برضه عشان الناس تبقى فاهمه، بالنسبه لنفقه الاولاد ما تفرقش هل هي مطلقه طلاق بحكم او طلاق اجباري بغيابي او طلاق بخلع، كل الحالات دي متساويه يعني، نفقه الاولاد دي بتبقى حاجه ثانيه خالص، وفي كل الاحوال هو ملزم فيه. واللي انا فهمته من السؤال كده ان هي بقى لها 6 سنين مطلقه وخدت احكام، فاحنا عايزين نعرف ايه المشكله ما بتنفذش الاحكام دي ليه؟ طيب هل هو مختفي ام مسافر غايب مش عارفه طريقه مثلا يعني، مش عارف ايه المانع ان هي تنفذ الاحكام دي،
على كل حال برضو احنا عشان يبقى للكل برضو مسألة ان هي يعني ما عندهاش قدرة على ان هي تصرف على القضايا وتدفع اتعاب محامي ان هي فعلا. تشتكي او كده يعني. هو في مكاتب معاونة أسرية في كل محكمة أسرية يعني، أي واحدة تقدر تلجأ لمكتب المعاونة هم هيرفعوا لها القضية ويتم لها كل الإجراءات المطلوبة يعني. ده بالنسبة للحالات اللي هي يعني مش قادرة يعني تكفل بأتعاب محامي أو حاجة يعني. تمام وبالنسبة لما بتصدر لها أحكام المفروض في طرق التنفيذ حتى لو فيها بعض العطلة، وده ده من الحاجات اللي هي مقترحة في مشروع قوانين الأحوال الشخصية، إن يبقى في شرطة لتنفيذ الأحكام بتاعة الأحوال الشخصية بما فيها تمام النفقة والحضانة والاستضافة وكل الأمور ديت يعني، عشان تمام تبقى أسرع وأجدى يعني. لكن تمام طبعا ما بتقعدش المدة دي كلها يعني، برضو المدة دي كبيرة أوي، أنا عايز ما انا أفهم بقول إزاي 6 سنين. كل ده. هو هل لو يعني هي بتيجي لها مثلا بيجي له الاحكام اللي بتيجي من المحكمه، ممكن هو يدفع ويعمل نفسه للناس اللي بتيجي محضرين وكده؟ مش عايزه اغلط في حد يعني، لا بس هو انا ممكن برضو مش عايز، يتهرب بالطريقه دي فالقضيه عشان كده مش عارفه توصل لحل، لا هي طالعه سابقة على يدفع الكلام للمحضرين لما على بيجوا له على البيت اعلانات ولا حاجه وما يستلمهمش ممكن. لا مش شرط، هو لو ما استلمهمش ده برضو ما يعطلش الاجراء يعني. وبعدين حتى لو في بعض المماطله اللي يقدر ياخدها في الاجراءات ممكن دي في نطاق شهر ياخر الامور شهور، لكن مش 6 سنين يعني. والمفروض ان هي لو خدت احكام، لو بدات تشتكي من ساعتها اكيد مع الاحكام دي نهائيه بقى لها فتره كبيره يعني. فمش عارف ايه العائق قدامها من التنفيذ، العائق غالبا بيبقى حاجات من دي، ان هو مسافر بره او ان هي مش عارفه له طريق. وفي الحاله دي بنحاول يعني ايه ان هي تلجا اذا كان تعرف له املاك معينه أكيد تقدر تنفذ عليها يجوز. عموما لو هو مسافر بره وما عندوش املاك وما تعرفش اي حاجه خالص، تقدر تاخد الاحكام دهيت وتطلع على بنك مصر بيدي جزء من النفقه، مش كل النفقات المحكوم بيها، لو لكن الزوج بيدي مش جزء موجود يا يسير. فندم ممكن يديها بنك ولو مصر ويحكم لها. لو الزوج موجود برضه بيديها جزء برضه من النفقه، هم عندهم حد اقصى للنفقات 500 جنيه، لكن دي حاجه ثابته مستقره، وده ما بيمنعش ان هي تطالب ببقيه النفقات دي اذا كانت عارفه طريق الزوج ده فين يعني. يعني بنك مصر بيدي من غير حكم محكمة يا فندم؟ لا مش من غير حكم المحكمه، أمال بيدي دلوقتي بعد الزوج مش موجود وهي رافعة قضية 6 سنين وما تعرفش عنه حاجة، ماشي. هي قضية الطلاق. لو افترضنا ان الزوج مش موجود ورفعت قضيه هتاخد حكم برضه طالما نفقت اولاد، بتاخد حكم النفق دوت. لو هي بقى مش، لو هو الزوج مش موجود وهي مش عارفه طريق ومش قادره تنفذ الحكم دوت، بتقدر تلجا بقى البنك ناصر وبيديها جزء من النفقه. تمام. والطلاق الغيابي ده يا فندم اللي هي الزوجة تعرضت له، في تمام يا زوجة فندم. احدى الزوجات، هو ممكن فعلا يطلق غيابة من غير ما يعلنها؟ المفروض ان هو بيطلق وبيعلنها، لكن طبعا في مرحله الاعلان دي ممكن ما يوصلش، ممكن يختار، وممكن بتحصل في حاجات كتير يعني. لكن في النهايه برضه بتعرف يعني، امال هي عرفت منين ان هي اتطلقت تمام. يعني. والطلاق الغيابي ما بينتقدش اي حاجه من حقوقها زي الخلع مثلا، بيرتب لها كل حتى لو حقوقها. طلقها مثلا وما قالهاش بقاله 6 شهور ولا سنة او حاجة يا فندم، مش لا يعني دي ممكن نقطة تانية يعلنها خالص. بعد قد ايه؟ تعرف مثلا بعد كام شهر ولا مسافر وطلقها لا هي وسابها؟ المفروض المأذون كمان بيختارها وبيعلنها على طول يعني. اصابته يعني المفروض، مطلقة غيابي وما تعرفش بقى لها شهور يعني. لا المفروض بيعلنها على طول. هو الطلاق ما بيتمش ويبقى نافذ في حقها إلا في تمام الإعلان، سواء أخبرها عن طريق البريد أو عن طريق المحضرين أو حتى المأذون أخبرها. لكن هي ما بيقطع يعني، ما بتبقاش الطلاق نافذ في حقها إلا لما بتعلن بيه وبتخطر بيه يعني، وبتسلم قسيمة الطلاق يعني، وما تمام يا تعرف فندم مين اللي هي اتطلقت. تمام. لكن في الحالة بعد كده ما بيلتقطش أي حاجة من حقها، بيرتب لها كل حقها كاملة يعني. تمام أستاذ لكن علاء معلش. الجزئية بتاعت ليه مش عارفة تنفذ النفقة اللي بقالها 6 سنين دي مش واضحة في السؤال بصراحة يعني. هي ممكن معلش هتتصل بحضرتك بعد إذن حضرتك يعني. لا تحت أمرك يا ربنا فندم، يخليك تحت أستاذ أمرك، علاء. وبنتمنى السعادة ربنا لكل يخليك. طب حاجة أسرنا صغننة وكل بس وخلاص أبنائنا. والله، حنيني ما حضرتك احنا معطلينك والله. لا يعني برضو بتقول الزوج سايبها، سايب بيته من غير أي مصاريف ولا التزامات بأي حاجة، هي متزوجة أصلا وفي أطفال تقريبا بقالهم أكتر من شهرين ما بيصرفش عليهم، وفي يعني بيوجد خلاف بينه كبير بينه وبين زوجته وبين أهلها. فقعد سنة ونص يعني بعيد عن البيت بس ما كانش مطلقها، وطلقها ورجع تاني ردها، وابتدت بقى الخلافات. فالزوجة مش عارفة تعمل ايه يعني، ترفع بقى قضية نفقة تاني لان رجع على نفس المنوال بتاعه
عدم مصاريفه وكل واحد بقى في مكان اللي هو الطلاق الصامت اللي بيقولوا عليه. هي لو كانت رفعت قضية نفقة في أول مرة مش عارف بقى هل تنازلت عنها ولا لسه الحكم ساري. لا هي الأول قالت ما رفعتش قضية نفقة، اللي عمل خلاف بينه وبين يعني أهلها وكده وساب البيت ومشي، وبعدين سابها 6 شهور عند مامتها هي والولاد، وقعد بقى ما بيصرفش على الولاد، فعمل لها طلاق وهي عند مامتها وردها يعني تاني. يعني. اه يا فندم ورد. اه انفصلوا وردها على تاني. برضه احنا عشان ما نفهم يعني ما نضيعش وقت كبير، اي اب طبعا في الحاله اللي هي ساب البيت وساب الاولاد وهي ما عندهاش اي مصدر تنفق منه، من حقها ان هي تلجا للمحكمه وتطلب نفقه ليها وللاولاد طالما هي زوجه، نفقه الزوجيه ونفقه الاولاد. والمفروض ان هي ما تقعدش يعني سنه ونص فترات طويله، يعني ما اجدتش المحاولات الوديه من البدايه كده تتحرك على طول. واي مده هي طبعا في مشكله عندنا في قانون الاجراءات الشخصيه، ايوه ان هي يعني الاجراءات بتاخد مده شويه، يعني في بتاخد وقت شويه، ودي من الحاجات اللي احنا بنناشد المشرع ان هو يتدخل، ان هو تبقى اجراءات الاحوال الشخصيه سريعه، لان اللي معاها اطفال وعايزه تصرف عليهم يمكن ما يبقاش عندها قدره ان هي تقدر تقعد بيهم سنه مثلا في المحكمه على ما تقدر تجيب فلوس، عايزه فلوس اسرع بشكل اسرع عشان تقدر تتولاهم يعني. فدي من الحاجات اللي احنا يعني ايه بنقول المشرع لو تدخل لحل مساله اجراءات المده الطويله دي او اجراءات التقاضي بالنسبه لقوانين الاحوال الشخصيه بالذات، يا ريت هيكون انجز كتير مع الاسر يعني اللي محتاجه، المفروض يبقى في اجراء سريع يغطي ويحفظ نفقه الاولاد بسرعه كده يعني. تمام. طب في زوج استحلفني يعني بالله وقال لي انا اصلا مرتبه 1800 جنيه وطلق مراته وعنده ولاد يعني، فبيقول انا ادفع نفقه قد ايه وانا مرتبي اصلا 1800 وهي اخذت الشقه واخذت كل حاجه، ف يعني بجد يعني هي النفقه طبعا مرتبه دي يبقى في مفردات مرتب، يبقى ما بيقول هو مفردات منتظمه مرتبه يعني. 1800 عشان تمام. برضو نكونوا عادلين ومنصفين يعني، يعني هو ما هيعيش هو برضو لا ازاي؟ هو 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 القضاء برضه يعني عادل ومنصف، بس هو بيبقى مرتبط بالحاجات اللي قدامه تمام والاوراق اللي قدامه، القاضي لا يعرف الزوجه ولا يعرف الزوج ولا بالظبط. هو طرف معه، فهو بيرتبط بالحكم بالاوراق اللي قدامه. فلو مفردات مرتبه هي ال 1800 جنيه مش اكتر من كده، هيحكم عليه نفقه في حدود مبلغ يتناسب مع الدخل ده. لكن في بيبقى مثلا مرتبه 1800 جنيه لكن عنده دخول اخرى، له املاك، عنده بيت مأجر وعماره، ارض، حاجه، دخل شريك مع حد في حاجه، يعني يعني القاضي لما بيجي يحكم ما بيبصش لنوع واحد من الدخل بتاع الزوج. بالظبط. كل ما تستطيع الزوجه ان هي تثبته كدخل للزوج بيحط كل الدخول دي مع بعض وبيحكم من خلالها، لان دايما في العمل بنلاقي ما حد يقول لك انا مش عارف عندي دخل 2000 جنيه والقاضي حكم لي ب 3000 جنيه، لا هو القاضي حكم على ال 2000 جنيه بس، انت عندك دخل من مصادر اخرى وبناء عليه القاضي جمع دخلك كله وحكم بناء عليه. تمام. ميرسي يا استاذ علاء، والله احنا يعني طبعا تعبنا حضرتك جدا النهارده، لا يا فندم تحت امرك، وربنا تحت يخليكم ان شاء الله تبقى الكرام ضيف في اي معانا، وقت. ويعني في تساؤلات تانية بس بقى طبعا يعني حاجات عن الارث وكده، فان شاء الله تبقى في حلقات تانية. بس انا ميرسي يا استاذ علاء، ميرسي لحضرتك جدا وميرسي لوجودك الراقي معانا في الحلقه يا فندم. ربنا يخليكي، ونتمنى السعادة والود والوفاء تظل في بيوتنا وأولادنا والزوجات والزوجات دايما زي ما كان زمان. يا رب يعني يا رب. في واضح إن المجتمع فيه ارتفاع كبير في نسب المشاكل والطلاق والزواج والنفقة والحاجات دي، ومحتاجة معالجة اجتماعية أكيد ودينية قبل ما نحن يعني بتتفاقم الأمور أكتر من كده. بالظبط يا فندم، بالظبط. ربنا يعم السلام في أسرنا كلها ويشيل الضغينة من القلوب كلها يا رب. اشكرك يا استاذ علاء، اشكرك يا فندم. انا بس يعني في يعني واحده بعتالي، هي زوجه بقى لها 17 سنه عندها ولد وبنت، وبتقول ان زوجها انسان طيب قوي ومحترم قوي، ويعني ما بيتاخرش عنهم في اي حاجه، بس يعني هي رسالتها مش عايزه اقول ان هي بتقول ان هو شخصيته ضعيفه، هو مش شخصيته ضعيفه، هو انسان محترم. ف
الوقت البرنامج على فكرة انتهى، فأنا كنت هكمل ده إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله الأسبوع الجاي السبت اللي بعد جاي إن شاء الله يوم 28/12. وبتمنى يا رب الحلقة النهاردة تكون يعني أفادت بعض السيدات اللي بعتوا لنا تساؤلات، وأنا بعتذر لضيق الوقت جدا، لأن يعني مستر محمد المالكي بيقول لي الحلقة انتهت الوقت، فإن شاء الله نستكمل كل الرسائل اللي جت. بتمنى لكم كل خير، وإن شاء الله يعم كل الحب والسلام بيننا يا رب.